عملت الأطفال مربوطة بعدة سياسات في الدولة المصرية، بدءا من أول الإقرار القانوني في الدستور المصري وتقدير الجزء الخاص بحقوق الأطفال. عملية الأطفال في الآخر هي محصلة، هي ليست المشكلة الحقيقية. المشكلة الحقيقية مشكلة الفقر، مشكلة جودة التعليم، مشكلة صعوبات التعلم. كثير من الأطفال بيتسرب من التعليم لأننا لا نعي أن هؤلاء الأطفال لديهم صعوبات تعلم، فبنتهمهم بالفشل في التعليم فبيتسربوا من المدارس. بدأنا نتحدث في الوزارة عن برامج التربية الإيجابية، إزاي نخلي الطفل يثق في ذاته ويقدر نفسه، وحتى لو حيمتهن أي مهنة إن كانت لازم يكون ليها تقدرها. لا يخفى على حضراتكم إن الحكومة المصرية بذلت خلال السنوات الأخيرة جهود كثيرة من أجل الحد من ظاهرة عمل الأطفال. يمكن رغم هذه الجهود الكثيرة اللي بذلتها الحكومة المصرية واللي بنسعى كلنا إن احنا نحقق نتائج مرضية، لكن في بعض التحديات اللي ممكن تكون بتواجه الدولة، وأعتقد إن هذا التجمع هو أحد الوسائل للقضاء أو للتغلب على هذه التحديات.